مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المجهر، حيث تشاهدون معنا أهم الأخبار التقنية والطبية والبيئية. لذا في محطاتنا لهذا الأسبوع تتابعون: قراصنة حاولوا سرقة أسرار من شركة إيرباص عبر متعاقدين، إقلاع أولى الرحلات التجارية من مطار بكين الدولي الجديد، وباحثون فرنسيون يطورون أقوى جهاز للأشعة بالرنين المغناطيسي في العالم، والعديد من المحطات العلمية التي سنتوقف معها، فتابعونا. عمان تشارك العالم في رصد موسم صيد الحبار والاخطبوط، أو كما يسمى محليا بالغترو والدرباح، حيث يخرج الأهالي ممن لديهم الخبرة في صيد الاخطبوط والحبار وسط الصخور البحرية في رحلات صيد جماعية، حاملين المعدات الخاصة بصيد مثل هذه الأسماك الصدفية، فهي من الهوايات المحببة لدى سكان المناطق الساحلية، ويعتبر الاخطبوط من الأسماك اللذيذة لما يتمتع به من قيمة غذائية غنية، كما أن صيد الاخطبوط به الكثير من المخاطر لكونه يختبئ بين الصخور البحرية، مما يستدعي خبرة في كيفية الإمساك به ومعرفة مكان تواجده، ويكثر تواجده في السواحل الصخرية. أعلنت شركة فيسبوك قبل 3 أشهر خططا لإطلاق العملة الرقمية في يونيو 2020، وذلك في شراكة مع الأعضاء الآخرين باتحاد ليبرا الذي أقامته شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لإدارة المشروع. فما هي المخاوف التي تحيط بهذه العملة الرقمية؟ قال مدير المؤسسة المشرفة على عملة ليبرا المشفرة إن إطلاق فيسبوك للعملة قد يتأجل من أجل معالجة بواعث القلق التنظيمية المثارة في أنحاء العالم. كانت فيسبوك أعلنت قبل 3 أشهر خططاً لإطلاق العملة الرقمية في يونيو حزيران 2020 في شراكة مع الأعضاء الآخرين باتحاد ليبرا الذي أقامته شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لإدارة المشروع، لكن المحاولة الهادفة لنشر استخدام العملة الرقمية لاقت تشككاً تنظيمياً وسياسياً عالمياً منذ ذلك الحين، مع تعهد فرنسا وألمانيا بمنع ليبرا من التداول في أوروبا. وقال برتراند بيريز العضو المنتدب لاتحاد ليبرا الذي مقره جنيف إن النقاشات مستمرة مع الجهات التنظيمية في أوروبا وأماكن أخرى لتهدئة المخاوف. وقال بيريز إن تأجيلاً لربع سنة أو ربعين لن يكون مشكلة، مضيفاً أن المهم هو الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية. وستكون ليبرا التي أعلنت في إطار مساعي فيسبوك لدخول مجال التجارة الإلكترونية مدعومة باحتياطي أصول حقيقية، بما في ذلك ودائع مصرفية وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل، مع خضوعها لإشراف الاتحاد المؤلف من 28 عضواً. تعرضت شركة إيرباص لأكثر من هجوم إلكتروني في الأشهر القليلة الماضية، وذلك عبر أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمزودين أو متعاقدين مع الشركة. أكثر من هجوم إلكتروني تعرضت له شركة إيرباص في الأشهر القليلة الماضية، نفذ عبر أنظمة الكمبيوتر الخاصة بموردين ومتعاقدين مع الشركة، فيما تشتبه مصادر أمنية بوجود صلة للصين بالهجمات، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. إيرباص، وهي ثاني أكبر مجموعة للصناعات الجوية في العالم، لم ترد على طلبات للتعليق على هذا التقرير. ونفت الصين مراراً ضلوعها في عمليات قرصنة إلكترونية، ولم ترد وزارة الخارجية أو الهيئة المعنية بالرقابة على الأنشطة الإلكترونية في الصين على طلبات للتعليق. وفي يناير كانون الثاني، قالت إيرباص إن هجوماً على أنظمتها أسفر عن اختراق للبيانات.
وفي العام الماضي قال الادعاء الأمريكي إن ضابطاً بالمخابرات الصينية ومتسللين سرقوا معلومات عن تطوير شركات موردة لإيرباص ومنافستها الأمريكية بوينغ لمحركي طائرة. ووفقاً لتقرير الوكالة الذي استند إلى عدة مصادر أمنية لم ينشر أسماءها، فإن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت إيرباص في الأشهر القليلة الماضية تمت عبر شركات الاستشارات التكنولوجية الفرنسية إكسبليو ورولز رويس المصنعة للمحركات، بالإضافة إلى شركتين فرنسيتين متعاقدتين من الباطن مع إيرباص لم تنشر اسميهما. ولم يكشف التقرير ما إذا كانت الهجمات الإلكترونية التي تحدث عنها أسفرت عن اختراق بيانات أو أثرت على عمليات إيرباص. يضم مطار بكين الدولي الجديد 4 مدارج، ومن المتوقع يستقبل ما يصل إلى أكثر من 70 مليون راكب سنوياً، وذلك بحلول عام 2025، ليصل العدد في نهاية المطاف إلى 100 مليون راكب. ويذكر أن تكلفة المطار بلغت أكثر من 60 مليار دولار، وهو في حجم 100 ملعب لكرة القدم، ومن المرجح أن يصبح واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً حول العالم. هذه هي أول طائرة تجارية تقلع من مطار بكين داشينغ الدولي الجديد، والذي بلغت تكلفة إنشائه 63 مليار دولار. والطائرة تابعة لشركة تشاينا ساذرن إيرلاينز، وأقلعت من بكين إلى غوانغتشو في جنوب البلاد. ويمثل حجم المطار الجديد 100 ملعب لكرة القدم، ومن المتوقع أن يصبح أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. ويضم المطار 4 مدارج، ويتوقع أن يستقبل نحو 72 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2025، مع توقعات بوصول أعداد الركاب التي يمكنه استقبالها إلى 100 مليون مسافر. وستكون شركتا تشاينا ساذرن إيرلاينز وتشاينا إيسترن إيرلاينز الناقلتين المحليتين الرئيسيتين في مطار داشينغ الدولي. وتعتزم نحو 50 شركة طيران أجنبية بين بريتش إيرويز وفين إير نقل كل أو جزء من عملياتها إلى المطار الجديد، ومن المتوقع أن يكتمل نقل كل شركات الطيران إلى المطار بحلول شتاء 2021. وسيسهم مطار داشينغ الجديد الواقع جنوب بكين في تخفيف الضغط على مطار العاصمة الدولي الذي يقع شمال غرب المدينة، والذي غالبا ما تتسبب القيود المفروضة على السعة به في تأخير إقلاع الرحلات. يطور باحثون فرنسيون أكبر جهاز أشعة بالرنين المغناطيسي حول العالم، وذلك من خلال التشخيص المبكر لأمراض مثل شلل الرعاش. ويحتوي الجهاز على مغناطيس كبير في وزن الحوت الأزرق. لمعرفة المزيد مشاهدين الكرام حول هذا الجهاز وآلية عمله، تابعوا معنا هذا التقرير. يطور باحثون فرنسيون جهازاً للأشعة بالرنين المغناطيسي باستخدام مغناطيس هائل الحجم، مما يتيح صوراً عالية الوضوح ويوفر شرحاً أفضل لوظائف الجهاز العصبي، بالإضافة إلى رصد الأمراض في بدايتها. وقال فريق البحث إن المغناطيس الضخم الذي يجري تطويره ضمن مشروع إيزوت بمعهد نيوروسبان قرب باريس يمكن أن يساهم في الوصول لتشخيص أفضل لأمراض مثل الزهايمر. مدير المشروع نيكولا بولا: نأمل أن يتيح هذا المغناطيس لنا فهماً أفضل لدماغنا وكيف يعمل، ودراسة الخصائص المميزة للبشر مثل الموسيقى والرياضيات واللغة. وتستخدم أجهزة الرنين المغناطيسي حقولاً مغناطيسية قوية وموجات راديو لتوفر صوراً مفصلة من داخل جسم الإنسان. ويبلغ طول المغناطيس الجديد 5 أمتار وقطره 5 أمتار أيضاً، وهو في حجم سيارة سيدان تقريباً،
ويزن 130 طنا متريا، وهو ما يعادل وزن حوت أزرق. وفور الانتهاء من المشروع، فإن الجهاز الجديد سيتمكن من إنتاج صور أوضح 10 مرات من تلك التي يتيحها أكثر أجهزة الرنين المغناطيسي تطوراً في وقتنا الحالي. لكن ليونيل كيتي مهندس المشروع قال إن الجهاز لن يكون جاهزاً للاستخدام قبل نحو عام، ويجري مهندس المشروع حالياً اختبارات على المغناطيس، لكن المرحلة الرئيسية من تطوير الجهاز ستبدأ في أوائل العام القادم حين يختبر فعلياً في أجهزة الأشعة بالرنين المغناطيسي. يشتهر طين البحر الميت بأنه من المواد الطبيعية التي لها فوائد علاجية وجمالية مذهلة، فما هي الحقيقة؟ وما هي فوائد طين البحر الميت؟ طين البحر الميت فعلا هو مميز جدا لأنه بيحوي كل أملاح البحر الميت، وبنفس الوقت له خاصيتين، الخاصة العلاجية اللي هي للمفاصل بالدرجة الأساس. المواد اللي فيه بتنشط الدورة الدموية حول المفصل، طبعا استعماله لازم يكون بإشراف طبي. وبينما يأتي كثيرون للبحر الميت من أجل العلاج، فإن زوارا آخرين يأتون لتغطية أجسادهم بالطين والسباحة في مياهه المالحة التي تزيد ملوحتها 10 مرات عن ملوحة البحار الأخرى. والبحر الميت الذي يقع على بعد نحو 425 متراً تحت مستوى سطح البحر تحده إسرائيل والأردن والضفة الغربية المحتلة، وشيدت منتجعات على طول شواطئه في إسرائيل والأردن. يرى البعض في السجائر الإلكترونية بديلاً أكثر صحة للسجائر التقليدية، فعوضاً عن التبغ يستنشقون بخاراً سائلاً يخلط بالنكهات والنيكوتين، لكن دراسة كشفت أنها تترك آثاراً خطيرة على الأوعية الدموية تزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات. هذه السجائر الإلكترونية حظرت الهند إنتاجها واستيرادها وبيعها في لطمة لشركات كانت تعتزم التوسع في البلاد، وسيتم فرض الحظر عن طريق أمر تنفيذي، وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للمخالفين. ولم يتضح ما إذا كان الحظر سيسري أيضاً على استخدام هذه المنتجات. وكانت وزارة الصحة الهندية التي اقترحت الحظر قد قالت إنه ضروري لضمان عدم تفشي استخدام السجائر الإلكترونية كالوباء بين الأطفال والشباب. وتحدثت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان عن هذا القرار في مؤتمر صحفي. تم حظر إنتاج السجائر الإلكترونية وتصنيعها واستيرادها وتصديرها أو نقلها أو بيعها أو حتى توزيعها وتخزينها، وكذلك الإعلانات المتعلقة بها. وهناك 106 ملايين بالغ يدخنون في الهند، لتحتل البلاد بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد المدخنين، مما يجعلها سوقاً مربحة للشركات المنتجة للسجائر الإلكترونية مثل جول لابز وفيليب موريس إنترناشونال. مواضيع علمية وأخبار منوعة من مختلف دول العالم، وبعد الفاصل تتابعون. الأبقار الإيطالية تعود إلى مزارعها بعد انتهاء الإجازة الصيفية بجبال الألب. الضباب الدخاني يسبب مشاكل صحية لإنسان الغاب في أندونيسيا، والجفاف يقضي على عشرات الآلاف من الأسماك في بحيرة باليونان.
للمرة الأربعين يتم تكريم بعض الناشطين حول العالم بجائزة نوبل البديلة الذين يسعون لإيجاد حلول لمشاكل كبيرة في عصر العولمة، وسيتم تكريم الناشطة الصحراوية إيمينات حيدر إلى جانب محامية، وفوز غريتا توبينري الناشطة المدافعة عن المناخ بجائزة نوبل البديلة في السويد، وناشطين في مجال البيئة. You are failing us. الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تومبري اختيرت يوم الأربعاء ضمن أربعة فائزين بجائزة رايت لايف لهودا المعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. وقالت مؤسسة رايت لايف لهودا المانحة للجائزة في بيان إن تومبري فازت بالجائزة بفضل المطالب السياسية الملهمة والموسعة بتحرك عاجل بشأن المناخ يعكس الحقائق العلمية. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. تومبري البالغة من العمر 16 عاماً انتقدت زعماء العالم يوم الاثنين قائلة إنهم لا يتصدون لتغير المناخ، وذلك خلال كلمة ألقتها في مستهل قمة للمناخ في الأمم المتحدة في نيويورك. كانت تومبري بدأت احتجاجات فردية أسبوعية أمام البرلمان السويدي قبل عام، وألهمت ملايين الشباب للنزول إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من العالم يوم الجمعة لمطالبة الحكومات المشاركة في القمة بالتحرك العاجل. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. وتقاسمت تومبري الجائزة مع دافي كوبيناوا، وهو من السكان الأصليين في البرازيل والمتحدث باسم قبيلة يانومامي، وقوجيان مي المحامية الصينية المدافعة عن حقوق المرأة، وأمينة حيدر الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقالت المؤسسة في بيانها إنها تكرم من خلال جائزة رايت لايف لهود لعام 2019 أربعة من أصحاب الرؤى العملية الذين مكنت قياداتهم الملايين من الدفاع عن حقوقهم الأصلية والسعي نحو مستقبل ملائم لمعيشة الجميع على كوكب الأرض. وسيحصل كل من الفائزين الأربعة على جائزة نقدية قيمتها مليون كورونا سويدية، أي ما يعادل 103,000 دولار. البطريق الإمبراطوري يعيش حول القارة القطبية الجنوبية، ويعتبر البطريق الإمبراطوري أكبر أنواع البطاريق في العالم، وأيضاً هو واحد من أكثر الأنواع الفريدة. فبدلاً من أن يقوم بوضع بيضة في أشهر الصيف حيث يبحث عن الدفء مثل غيره من البطاريق، يقوم هذا البطريق الإمبراطوري بوضع بيضة واحتضانها خلال أبرد وقت في السنة في أبرد مكان على وجه الأرض. شهدت مدينة أنتورب البلجيكية هذا الأسبوع مولد صغير للبطريق الإمبراطوري، وفقاً لما ذكرته الجمعية الملكية لعلوم الحيوان بالمدينة. البطريق الذي أطلق عليه اسم أوربن هو أول ذكر يولد بحديقة حيوان أنتورب منذ 3 سنوات، وتحتاج البطاريق الإمبراطورية 62 يوماً للخروج من بيضها. وفي صباح الأحد من الأسبوع الحالي التأم شمل الصغير بوالده أدي، وتنتمي أمه التي تدعى را لنفس الفصيلة من البطاريق، وولدت بحديقة أنتورب في بلجيكا قبل 3 سنوات. ينتشر النحل في كل أرجاء العالم باستثناء القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، إذ يعيش في كهوف ومغارات الجبال وأماكن أخرى كالأشجار، وعادة تكون المناحل متجاورة جنبا إلى جنب ومتشابهة فيما بينها. ولكن أن يعيش النحل في سيارة مهملة
هذا ما لم يكن في الحسبان. نشاهد متابعينا الكرام هذا التقرير. هذا العدد الهائل من النحل لم يكن متجمعاً على خليته، بل على ظهر سيارة كانت متوقفة في أحد الشوارع بمدينة أديليد الأسترالية. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تم رصد النحل على ظهر سيارة جيب سوداء نهاراً خارج مركز التسوق ويستفيلد ماريون. الموقف الغريب اضطر السلطات إلى تطويق موقع السيارة بشريط أصفر حتى يأخذ المرة حذرهم. أعتقد أن الأمر جنوني، لم أتوقع هذا على الإطلاق. كنت أمر من هنا لتناول الغداء وفجأة وجدت هجوماً للنحل. ولحسن حظ صاحب السيارة المجهول الهوية، جاء نحال مرتدياً بذته الواقية وأزال النحل من على السيارة دون أن يتسبب في أي ضرر للنحل. عندما يبدأ فصل الخريف تعود الأبقار الإيطالية من جبال الألب إلى المزارع لتمكث فترة الشتاء بالحظائر الخاصة بها، ولكن عند عودتها من المراعي الجبلية يتم الاحتفاء بها، حيث أنها مناسبة تحظى باهتمام كبير في بلدة كوجولو بمنطقة تورنتينو، والتي تقع على ارتفاع 1170 متراً تقريباً بجبال الألب. ويوضع للأبقار أجراس ويصحبها المزارعون إلى وسط المدينة في احتفال كبير بعد العودة من مراعي الألب. هذه الأبقار تعود مرة أخرى إلى المزارع التي تركتها في بداية فصل الصيف، حيث أمضت الإجازة الصيفية في مراعي جبال الألب الخضراء في منطقة ترنتينو بشمال إيطاليا. وفي الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة، يجلب هؤلاء المزارعون أبقارهم معهم من الجبال ليعيدوها إلى الحظائر داخل المزارع لقضاء فصل الشتاء هناك. لكن عودة الأبقار من المراعي الجبلية ليست بالحدث العادي، فهي مناسبة تحظى باهتمام كبير في بلدة كوجولو بمنطقة ترنتينو، والتي تقع على ارتفاع 1170 متراً تقريباً بجبال الألب، حيث تضع الأبقار الأجراس ويصطحبها المزارعون إلى وسط المدينة في احتفال يطلق عليه ديسمالجادا، أو العودة من مراعي الألب. وتقول فيفيانا ماريني مسؤولة السياحة بالمنطقة إن الأبقار ذهبت إلى المراعي الجبلية في يونيو حزيران الماضي كي تتغذى على الأعشاب والحشائش الرائعة، وعقب عودتها يقوم أصحابها باستعراضها في شوارع البلدة لإظهار مدى القوة التي اكتسبتها بسبب الفترة التي قضتها في تلك المراعي الخضراء. يخضع ما يقارب 30 من حيوانات إنسان الغاب في إقليم كليمانتان للعلاج في مركز لإعادة التأهيل، إذ تعاني من مشاكل تنفسية بسبب حرائق الغابات في أندونيسيا. يخضع أكثر من 30 من حيوانات إنسان الغاب في إقليم كليمانتان للعلاج في مركز لإعادة التأهيل، إذ تعاني من مشاكل تنفسية بسبب حرائق الغابات في إندونيسيا. وقال مسؤولون من مؤسسة الحفاظ على إنسان الغاب البورنيوي إن 31 من هذه الحيوانات تعاني من أمراض تنفسية مختلفة وتخضع للعلاج باستخدام البخاخات والمضادات الحيوية. المسؤولون أشاروا إلى أن الحرائق تبعد نحو 300 متر عن أحد مراكز إعادة التأهيل التي يخضع فيها إنسان الغاب للعلاج. الطبيبة البيطرية في تايو: في المجمل يعاني نحو 31 من حيوانات إنسان الغاب من مشاكل تنفسية، بينها 7 رضع ما زالت تحت الرعاية المركزة، ونعالج الآن حوالي 15 منها. ومؤشرو تلوث الهواء في بالانغ كارايا عاصمة كليمانتان الوسطى في بورنيو عند المستوى الخطر منذ أيام، وأغلقت المدارس في المنطقة هذا الأسبوع. ووفقاً للوكالة الإندونيسية للتخفيف من آثار الكوارث،
اجتاحت الحرائق أكثر من 800 ألف فدان من الغابات في إندونيسيا منذ يناير كانون الثاني، مما سبب ضبابًا دخانيًا خانقًا غطى بعض المدن في بورنيو وجزيرة سومطرة. أثار النفوق المفاجئ لباندا عملاقة معارة لحديقة حيوانات في تايلاند غضباً في الصين، ودعوات بمنع إعارة المزيد من الدبابة إلى تايلاند. موجة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بعد نفوق ذكر باندا عملاقة في حديقة حيوان شيانغ ماي بتايلاند. وأعلن العاملون بالحديقة نفوق الباندا تشوانغ تشوانغ يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي، وقالوا إن بموجب اتفاق مع السلطات الصينية يجب أن يجريا خبراء صينيون تحقيقاً مشتركاً مع نظرائهم التايلانديين للوقوف على سبب نفوق هذا الدب. وعبر مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الصينية عن غضبهم من تايلاند في تعليقات أرفقوها بالوسم: الاشتباه في نفوق دب الباندا المعار لتايلاند تشوانغ تشوانغ اختناقاً. واكتسب دب الباندا وشريكته لينهوي شهرة في تايلاند بعد أن وضعت لينهوي صغير باندا في الأسر، فيما يمثل حدثاً نادراً وتمت إعادته إلى الصين. وأعارت الصين دبي الباندا لتايلاند منذ عام 2003، وتزوجا عام 2005 في زفاف صيني تقليدي بمناسبة مرور 28 عاماً على إنشاء الحديقة. تم العثور على عشرات الآلاف من الأسماك النافقة على ضفاف بحيرة في محمية طبيعية في شمال اليونان، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة وحالة الجفاف التي تسببت بانخفاض حاد في مستويات المياه. مئات الأسماك جرفتها المياه إلى شاطئ بحيرة كورونيا في شمال اليونان بعدما تسبب الجفاف في انخفاض منسوبها. وقال إلياس تيكيديس المسؤول عن إدارة البحيرة إن الأسماك نفقت بسبب نقص الأكسجين في المياه. هذه الظاهرة التي حدثت من قبل يعود السبب فيها إلى ارتفاع درجات الحرارة ونقص مياه الأمطار، وأيضاً إلى المزارعين الذين يسحبون المياه من البحيرة لري محاصيلهم، مما يزيد من انخفاض منسوب المياه. وكثيراً ما تضرب اليونان موجات حارة وجفاف بشكل يؤثر على المحاصيل ومنسوب المياه، وقد تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية في الصيف. وتظهر دراسات للأمم المتحدة أن اليونان واحدة من الدول الرئيسية المعرضة لخطر التصحر والجفاف خلال العقود المقبلة بسبب تغير المناخ، وهو ما سيؤدي إلى ندرة المياه ويؤثر على قطاعات الزراعة والطاقة والنقل. وتستضيف الأمم المتحدة قمة لاتخاذ خطوات إزاء تغير المناخ في نيويورك في 23 من سبتمبر أيلول الجاري لبحث خطط مواجهة هذه الظاهرة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجكم لهذا الأسبوع. نلتقيكم في الأسبوع المقبل بعون الله تعالى، وأنتم على خير، في أمان الله.